الاهلي راح المغرب، الاهلي 28 يناير يسافر للمغرب، فنلاقي حد هنا بيتكلم من نفس الابواق ومن نفس الاماكن. انتوا دلوقتي الاهلي رايح المغرب وانتوا ناسيين الاهلي عمل ايه في المغرب، وانتوا ناسيين انه الخطيب في مؤتمر صحفي اساء للنادي الوداد واساء للمغرب، وكلام الغريب جدا لما تسمعوه تستغربوا جدا انه ده حصل، وتهييج للجمهور المغربي. صديق محمد شبانه حب يعمل تجربه يشوف رد فعل الناس اللي هنا بتعمل ده على الجمهور المغربي، فسالهم ناويين تستقبلوا الاهلي ازاي. نشوف شبانه والردود المغربيه. هوريكم البوست اللي كتب اللي انا وجهته لاهالينا في المغرب اهو. انا قلت لجمهور المغرب كيف ستتعاملون مع الاهلي في المغرب. خلينا نشوف ردود افعال الناس ايه بسرعه جدا. بص يا سيدي، احمد صلاح الاهلي سوف يلعب في المغرب، بعتبره صاحب الارض ونحن الضيوف. قاسم علوي بيقول طبعا الجمهور المغربي سيشجع الاهلي المصري لانه فريق كبير ويحترم كل المغاربه. كريم صلحاني بيقول سنشجع النادي الكبير في افريقيا، نادي القرن الذي نحبه، ولكن له كل التقدير، سيكون وسط جمهوره كما هو في القاهره وسيلعب تحت هتافات جماهيرنا. برخوخ اسمه، انا مغربي ورجاوي، خد بالك ده بيشجع الرجاء كمان، وساساند الاهلي المصري في حاله مشاركته في بطوله العالم. ان شاء الله احنا خلاص المساله اتحسمت. مريم بتقول بالجلميه بتقول ان شاء الله سنشجعه احسن تشجيع. عبد الغني بنشيش بيقول وهل عندكم شك ان الجمهور المغربي هيشجع فريق اخر ضد الاهلي؟ طبيعه الحال هذا من سبع المستحيلات. ولا كومنت يا جماعه ضد الترحيب بالاهلي، ولا واحد. طبعا الكومنتات كتير جدا، فانت بتتكلم 2200 لايك، وبتتكلم في اكتر من 1000 تعليق، وبتتكلم في شيرز كتيره جدا، فلقيت رد الفعل بالنسبه لي مدهش. طيب راجل، يعني احنا هتقول انتوا بتستندوا على ما يقوله كثير الاستاذ محمد شبانه، لان راجل موضوعي ومهني وبيعمل هوم ورك كويس وبيجيب لك الدليل. الراجل حس ان في عبث في العلاقات بين الاهلي كالعاده بفعل فاعل من بعض الصغار هنا، فقال لك ما نعمل تجربه نشوف رد تاثر الناس بالكلام ده ايه. واديكم سمعتوا اللي قاله. الاهلي له محبوه ويلقى الاحترام وسيلقى الاحترام وسيلقى التشجيع، والعبوا غيرها ولا الجمهور المغربي هيصدقكم ولا الجمهور الاهلاوي هيندفع ورا هذا العبث، ولا حاجه هتحصل باذن الله، لان ايه القافله تسير يا استاذ ابراهيم والباقي معروف. طيب الحقيقه الكلام على انه اصل الاهلي دلوقتي بيتكلم عليكم كويس علشان رايح المغرب. بصوا بقى، الاتحاد الدولي اخطر الاهلي بالمشاركه في كاس العالم للانديه في المغرب 1/11 يوم بالظبط الاسبوع اللي فات. قبل منها بايام كابتن محمود الخطيب في مؤتمر الرعاه من حوالي، يعني انا هقول لكم بالظبط التاريخ، مؤتمر الرعاه اللي النادي الاهلي كان عامله، كابتن الخطيب استهل المؤتمر بتهنئه المغرب بعروضها في المونديال قبل ايام كتيره من تاكد تنظيم المغرب للبطوله او حتى مشاركه الاهلي فيها. نفكركم او نفكرهم هم مثير الفتن، العبوا غيرها، لانه ده الكلام اللي قاله الكابتن خطيب قبل الهنا تقريبا بحوالي اسبوعين. عايز اتكلم في حاجه يجب ان احنا كلنا نحط الضوء عليها ونسلط الضوء عليها، لان حاجه يعني اسعدتنا جميعا كعرب، حاجه شرفتنا كلنا كأم عربية. بستأذنكم ان احنا الاول نقدم التهنئة. التهنئة الحقيقة من القلب وتحية واجبة للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب. وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق انجاز تاريخي في كأس العالم.
وأثبت حاجة مهمة، مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه وبعد الفوز ده فيه إيه. أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام والاحترافية في العمل والروح العالية والثقة في النفس، تقدر تصل يعني تصل وتنافس أعلى المستويات العالمية. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربية الشقيقة. طيب الكلام ده في مؤتمر تقديم آخر الرعاة اللي جي سي، الكلام ده كان 11-12 وقرار الفيفا 16-12، يعني ولا كان كنا عارفين ان هنروح كاس العالم ولا حاجه. كان كلام من القلب، كلام فعلا بيترجم احترامنا لاداء وواقع المغرب اللي احترموا العالم كله، احترم التخطيط قبل واثناء البطوله، واشار الى هذا الكابتن وقال ده العمل الجاد الذي اثمر عن هذه النجاحات. والحقيقه يا جماعه تجاوب النادي الاهلي وتفاعلوا مع انجازات المنتخبات والاشقاء سواء في قطر او السعوديه او تونس والمغرب تحديدا، لاحظوا انه من بدايه البطوله والنادي الاهلي حريص عبر الموقع الرسمي للنادي على الاشاده الدائمه بالانجازات او بالاداء العربي. النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضائه وجماهيره يتقدمون بخالص تهاني للمنتخب المغربي، ده من مع بدايه البطوله، وهتلاقوا مع كل مباراه للمنتخب المغربي مع الصعود خالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق. ده بعد ما تأهل لدور الثمانية، إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي، خالص التهاني للأشقاء الذين أسعدوا كل العرب بمناسبة الإنجاز اللي تحقق للمغرب مع كل بالتأهل مباراة للدور قبل النهائي مع كل مباراة. ثم المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا وتهنئة من القلب للمسؤولين والجماهير المغربية برقية بتوقيع الكابتن محمود الخطيب. يعني يا جماعة أي حد صغير صغير بجد، صغير في أخلاقه وصغير في فهمه وصغير في مسؤولياته، يطلع يتهم النادي الأهلي أنه دلوقتي بينافق الأشقاء في المغرب، لا إحنا كده بنتكلم في حاجة صغيرة قوي يا باشمهندس. بص يا أستاذ إبراهيم، آه الكبار ما بينفسنوش، الكبار ما بيعيشوش حالات الغيرة والحسد والنفسنة والغل. الكبار بيتصرفوا كبار. النادي الاهلي نادي كبير وبيتعامل مع الاحداث من هذا المنطلق. له نادي منافس، نادي بيكسب، نادي مصنف، نادي يثق في نفسه، ونادي عنده فلسفته ومفهومه الرياضي الحقيقي مش المفتعل. فبيستبق باستمرار الاحداث وبيتعامل معاها بحجمها. لما يكون للنادي الاهلي حق لخصه في كلمه انفير للمسؤولين عن الحدث، لا طلع ولول ولا لطم ولا عمل، انفير، واخد بالك؟ وعندما يجد عمل يستحق الاشاده حتى لو كان من النادي اللي هو يعني تاهل على حسابه او بلد النادي تاهل على حسابه، مفيش نفسانه، اشاده مستمره مع كل مباراة من القلب، صوت وصورة وأوراق رسمية. فيا أستاذ إبراهيم الأهلي في حتة تانية، لأنه تاريخه كبير، تاريخه مش ناقصه أنه يعني عشان يبان قوي وقع بين الناس وبعضها عشان يجد صغيرة قوي يجد لنفسه مساحة يقول أنا موجود، وفي كل مرة لا يحترموا الشخص اللي هو راح خبص له. يعني انت فاكر الجواب والبرقيه اللي بعتها للاذاعه التونسيه هي اللي فضحته بالاسم. جالنا من فلان الفلاني. ولكنه ما زال يرتزق من هذا الدور. يعني حاجه غريبه جدا انه يعني ما فيش حد بيتعلم لانه فقد الشيء لا يعطيه. اما النادي الاهلي لا، هيتعامل بالشياكه المستمرة مع كل الناس، لأن دي حقيقة قناعاته الرياضية وقيمه المجزرة فيه. وعشان كده ده رأي الزميل سيف زاهر، نشوفه.
دايما الناس تسال هو ليه الاهلي دايما سيستم لوحده؟ هو الاهلي ده ايه منظومه لوحده ليه؟ هو الاهلي ده ما بيغلطش؟ هو الاهلي ده ما فيش خناقه جوه في المجلس؟ ايه الموضوع؟ ايه القصه؟ الاهلي ليه مختلف؟ الاهلي مختلف لان عمل منظومته في سنين كتيره جدا وحط سلوجن الاهلي فوق جميع محبيه وكل رموز الاهلي في خدمه الكيان. واحد يقول لك يا عم كلام، اهو يبقى في الاخر الناس ما بتحبش بعض. هتشوف صوره دلوقتي لاثنين من رموز النادي الاهلي في المدرجات، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، اثنين من يعني من الرموز اللي قعدوا على كرسي النادي الاهلي. كابتن حسن اتدرج مشوار كبير جدا 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 من لاعب لكرسي الرئاسه واتدرج لمدير كوره واتدرج لمجلس الاداره، والكابتن محمود الخطيب بالمثل، واشتغلوا مع بعض وكان هو الرئيس وهو النائب وهو الرئيس وهو النائب وهو عضو مجلس اداره. الان في كاس العالم كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب جنبا الى جنب بلا اي خلافات، بحب كبير جدا جدا جدا، بحب كبير، بصداقه السنين، بصداقه اخ واخوه، مش عايز اقول اب وابنه لان يعني الامور مش بعيده، ولكن الاخ واخوه كتف الكتف في ظهر بعض في حب كيان. الصوره دي تجاوب على حضراتكم في ليه الاهلي في حته تانية، عشان واحد بيسلم التاني وتفضل مبادئ النادي الاهلي هي اللي موجوده. صوره من كاس العالم ولكن صوره تقف عندها كتير جدا. برضو ماشي في نفس السياق، الاهلي عمل مؤسسي، الناس مش من نفسنا، النجاح يتحمل الجميع، كل انسان مخلص هيحط بصمته. وعلى فكره انا قلت لك من شويه بصمه المكان بتنضح على اللي موجود فيه. طبعا الاخ الاعلامي السعودي هو راح مكان البصمه بتقتضي ان يقول الكلام ده، انه يسيل بصمه الحته اللي هو فيها، لازم يشتم في الاهلي ويهاجم الاهلي ويقول لك هيطلع ليه. دي صوره اجيال متعاقبه سواء في الملعب او اداريه، نماذج للاحترام والشياكه والسماحه والقيم الحقيقيه الرياضيه الحقيقيه، فبيلقوا الترحيب والتكريم. شوف من امتى والكابتن حسن يبطل اداره ياخد احسن رئيس نادي في افريقيا وهو يعني بره المنصب. الكابتن الخطيب احسن جائزه الابداع الرياضي وهو رئيس نادي، وما زال ربنا يديله العمر ويمد في الفترات طول ما قدر على العطاء. واي حد هيجي مكانه هيبقى عايش بالقيم دي. احنا النهارده استاذ ابراهيم بنحتفل بذكرى مين؟ الاستاذ. قبل الاستاذ، لا اصل الاستاذ ده انا ليه بقول؟ لان كل القيم دي تربت، هي سفنجه كله بيشرب منها. صحيح.